هذه الكعكة التي تحمل اسم سميث آيلاند تحتاج إلى كم كبير من الشوكولاتة لتغطيتها. 10 طبقات رقيقة من العجينة المطهية في الفرن، كل واحدة منها مغطاة بخلطة الكاكاو، يتم ترسيفها بعناية للحصول على تثليج الشوكولاتة. النساء هنا تقمن بتحضير هذه الحلوى منذ أجيال لأزواجهن الصيادين كجزء من زاد رحلاتهم الطويلة. كبرت معها منذ الصغر، رأيت أمي وجدتي تعدانها، كنت دائماً أعرف القيام بإعدادها. هذا المخبز الذي فتح أبوابه قبل 6 أشهر عرف نجاحاً سريعاً. 8 من نساء الجزيرة يعملن في هذا المحل المرتجل، وهي وظيفة ثابتة على مدار العام، والتي من دونها لكان عليهن الانتظار حتى موسم صيد الكابوريا في الصيف. نأمل أن تكون فرصة لكسب المال واستطاعة البقاء هنا. وتستعد هؤلاء الخبازات الحديثات المهنة لاستقبال موسم عطل عيد الميلاد، فقد تضاعف عدد الطلبات وعليهن تحضير الكعك في أسرع وقت ممكن. 50 كعكة يتم إعدادها ووضعها في العلب يوميا وإرسالها عبر البريد، ما زاد من نشاط مكتب البريد المجاور. كريستينا التي تدير المخبز تحتفظ بسجل دقيق لزبائنها. هدفي هو أن تتذوق على الأقل عائلة واحدة في كل ولاية كعكة سميث آيلاند. ابتداء من شهر يناير المقبل ستوظف كريستين حوالي 20 شخصا بصفة جزئية في المخبز، ما يمثل نعمة بالنسبة لهذه الجزيرة المعزولة تماما عن القارة والتي فقدت نصف سكانها عبر جيل واحد.